الراديو 90-90 هواها مصر. يا مساء الفل على مستمع الراديو 90-90 هواها مصري. احمد خيري موجود معاكم وحلقة جديدة من حال بلدنا. اول حلقة في اسبوعنا تبقى حلقة يوم الثلاث، بنحاول فيها في البداية نجمع كل الاخبار اللي كانت موجودة على مدار الاجازة بتاعتنا اللي بنكون موجودين فيها، او بنحاول نرد من التواصل مع المسؤولين على مجموعة من الشكاوي اللي جات لنا. اخيرا قانون السمار طلع، تم اقراره، وهنشوف بقى النهارده كده مدى صلاحياته بقى في زياده الاستثمار الفتره اللي جايه ان شاء الله. هو احنا كنا محتاجين قانون استثمار عشان الاستثمار يتحسن، ولا كنا محتاجين تطبيق لمجموعه من القوانين الموجوده بالفعل عندنا، ولا محتاجين تغيير ثقافه احنا كشعب في النواحي الاستثماريه، وايضا تغيير ثقافه وتقليل من كتير من البيروقراطيه في الحكومه؟ ده اللي هنعرفه النهارده ان شاء الله من دكتور مصطفى بدر الخبير الاقتصادي اللي هيكون منورنا ان شاء الله بعد دقائق. زميلنا العزيز محمد صابر اخبرنا ان في حادث دلوقتي كمان كده هينوه لنا عليه، بالاضافه لفي مجمع مرور بيتفتح دلوقتي. نروح لزميلنا العزيز محمد صابر نعرف تفاصيل عن الموضوع. يا محمد مساء الفل. اهلا مساء الفل يا استاذ احمد، اهلا بيك واهلا بالساده المستمعين معنا براديو 90-90 ومستمعين حال بلدنا. اهلا بيك يا محمد. طمنا الاول كده في البدايه على موضوع الحادث، قافل ايه او هي فين بالظبط الحادث؟ هو تحديدا يا استاذ احمد يمكن زي ما حضرتك اشرت، يمكن احنا عندنا حادث انقلاب سياره نقل محملة بالطوب في محور الاستراد في الاتجاه القادم من مناطق حلوان متجه الى مناطق المعادي وتحديدا اعلى كوبري النصر. يمكن اثر ذلك عن بعض الكثافات المرتفعة نتيجة قائدي المركبات القادم من مناطق الاستراد وحلوان ومتجه الى مناطق المعادي ومناطق صهر القريش. يمكن بالصور زي ما احنا انفردنا بالصور عند حضرتك وهننزل على الصفحة بتاعتنا، يمكن بالصور الان بتظهر الادارة في السوشيال ميديا، هنزلوا الصور للحادث حالا. تمام بالظبط. يمكن بيتم الان نشر الخدمات المروريه باشراف السيد اللواء علاء متولي مدير الاداره العامه لمرور القاهره، وتم الاستعانه بونش عملاق لرفع الحموله التي سقطت نتيجه هذه الواقعه. يمكن الحمد لله ما عندناش اصابات. يمكن بننصح الساده المواطنين دلوقتي والساده المستمعين اللي جايين من مناطق حلوان دلوقتي وجايين على مناطق المعادي وصهر القريش، هيبقى الكورنيش النهارده هيبقى حتى تنتهي الاداره العامه لمرور القاهره من رفع هذه الحموله، هيبقى الكورنيش افضل حالا من محور الاستراد. تمام. بتقول لي برضه محمد في مجمع بيتفتح دلوقتي ايام في البحيره؟ بالظبط. يمكن في عندنا مجمع مروري او تحديدا غرفه عمليات مركزيه في الاداره العامه لمرور البحيره، عباره عن 16 شاشه و14 كاميرا مراقبه للميادين، يمكن بيتم تعميمها على مستوى المحافظه تحديدا. يمكن حضر الافتتاح الدكتوره ناديه عبده محافظ البحيره، وايضا شارك في الافتتاح مساعد الوزير اللواء علي ابو زيد مساعد وزير الداخليه للمنطقه الغربيه، واللواء علاء شوقي مدير امن البحيره، واللواء عبد العزيز قدر ونائب مدير امن البحيره وحاكم دار البحيره. يمكن المدينه ايضا يا استاذ احمد وغرفه العمليات ايضا تم افتتاحها النهارده، وايضا تم افتتاح مدينه مروريه للاطفال يمكن نحب ننوه عنها للساده المستمعين، ودي عباره عن مدينه مروريه للاطفال لنشر الوعي المروري للاطفال منذ الصغر، وايضا تعليمهم قواعد واداب المرور، وايضا تعليمهم الارشادات المروريه والاشارات الضوئيه واستخدام حزام الامان. طبعا هذه او تحديدا بيتم التعامل معها بالتنسيق مع محافظه البحيره ووزاره التربيه والتعليم. بتستضيف المدينه عدد من المدارس على مدار الاسبوع من سن 4 سنين لثمان سنوات في المرحله الابتدائيه. تمام. كل شكر لك زميلنا العزيز محمد صابر، وهنتواصل معاك محمد لو في اي اختيارات باي حاجه تبلغنا كده اول باول. شكرا لك. شكرا استاذ احمد لحضرتك وشكرا الساده المستمعين. يعني بمناسبه المرور، يمكن جالنا الاسبوع اللي فات مجموعه من الشكاوي من مجموعه اكمنه بتبقى موجوده، وتحديدا في طريق النصر او طريق شارع مكرم عبيد. الاكمنه بتعمل تكدسات للحاله المروريه، وخاصه الشوارع دي زحمه، فجالنا شكاوي يعني الاكمنه دي تنقي الوقت ممكن عشان ما يبقاش فيه تكدسات مروريه، انها بتوقف حاجات كتير. بالاضافه يعني انا يمكن ده شفت ده بعينيا ان الساده الضباط موجودين قاعدين في الاوناج بيسيبوا الساده امناء الشرطه بيتعاملوا، في تجاوزات بتحصل. يعني مش هقول بالاسامي دلوقتي، بس يا ريت مدير دولة عامة مرور القاهرة يكون سمعنا ويشوف بس ايه التجاوزات اللي بتحصل هناك. ممكن نبعتها له بالفيديوهات على فكرة، يعني لو هو عايز عربيات بدون لوحات بتعدي، عربيات نقل بتعدي، والاكمنة بتبقى مترصدة بقى للي ماسك تليفون محمول بتاع ده، طبعا مخالف وده انا بقول عليه، ولكن مبقاش فيه اي تجاوزات وفي عداله لكل الناس. بعد كده ممكن نقول للساده الضباط كمان بالاسامي ايه اللي بيحصل هناك، عشان احنا عندنا شكاوى وعندنا فيديوهات للموضوع ده. نرجع لموضوع حلقتنا النهارده.
واللي هشرفنا كمان دقايق دكتور مصطفى بدر الخبير الاقتصادي، هنتكلم معاه عن قانون الاستثمار ان شاء الله اللي تم اقراره بالاضافه للموازنه العامه ومدى فعالياتها الفتره اللي جايه، النسب اللي هتقل والنسب اللي هتزيد، ده كله هيكون موجود معانا ان شاء الله. عايزين تواصلوا معانا من خلال ارقام رسائلنا على 199 او من خلال تليفوناتنا على 2 18 10 8 66 او من خلال صفحتنا على الفيسبوك.